هاي نجاح يمكن يكون صعب بس منه مستحيل، هيك بتقول السير الذاتية لعدد كبير من الأشخاص الناجحين المعروفين حول العالم. بيتهوفن مثلاً يلي هو من أهم المؤلفين الموسيقيين ما كان يعرف يضرب ويقسم، ومرة من المرات كان مضطر يضرب 62 ب50 فكتب رقم 62 50 مرة تحت بعضهم وجمع الأرقام ببعضهم. أينشتاين معروف بأنه نابغة، ما تعلم الحكي إلا لصار عمره 4 سنين، وبعمر 16 سنة سقط بامتحان الدخول لأحدى المدارس الفيدرالية بسويسرا. تشارلز داروين كان فاشل بنظر بيو لأنه ما كمل دراسته الجامعية بالطب مرتين بسبب اهتمامه بالطبيعة. مين قال أنه وولد ديزني انطرد من وظيفته بصحيفة كانساس سيتي ستار لأنه المحرر اعتبره مش خلاق وما عنده أفكار منيحة؟ أنا قال. أشوفكم بكره.